أنا إيليا، هون الأونر تبع كاف ديز وورث. نحن بنعمل هون مبيت تفاح وعرق تفاح. بلشت الفكرة تقريباً مع أول أزمة التفاح تقريباً بـ 2016. بلشنا production، بلشنا testing، نشوف البرودكت شو بدنا نعمل. إجت الفكرة أنه بدنا نعمل شيء يعطيها قيمتها للتفاح، يقويها، product فيه value. سو رحنا على مبيت وعرق وهيك بلشت. وتقريباً بـ 2018 بلشنا ننزل على السوق. الفرق بين مبيد التفاح ومبيد العنب هو it's different taste. عنده كل واحد له الكاركتير تبعه، عنده الناي، عنده الجو، كل واحد شيء، بس at the same time تنتون واين. نهرم التفاح، نجيب التفاح بكون مغسلينه برا، بنيجي نهرمه. من بعد ما نهرمه بنيجي على البريسينج، نعمل البريسينج، نجي نعمل نعبيهم كلهم بالتانكس ومنبلش نعمل فيرمنتيشن. وبيبقوا تقريبا 6 شهور فيرمنتيشن بالستينلس ستيل. نرجع بعدين بعد 6 شهور بنحط لهم، نحطهم بنريحهم شوي بخشب تقريبا شي 6 شهور، نرجع بنريحهم شي شهرين بالأنينة. هيدا العرق تفاح وعرق مثلث، الالكول فيه 63 من القليل العرق اللي هن بيكونوا 63. سو كمان عنده الكاركتير الخاص فيه، بيجي سويت شوي اكثر، بيجي سموز اكثر، والفليفر مبينين فيه اكثر. تقريبا احنا موجودين ب تقريبا عندنا تقريبا شي 45 بي او اس بلبنان، موجودين بكل السبينز، بجولدن ستار، فهد، تقريبا اكثريه الشانات الكبار، وفي كمان ابيسري فين. فتنا على experience completely different، غير ريحة بالمرة، غير nose بالمرة. هون عم نشم الكول أكيد، ريحة التفاح، إحساس التفاح، إحساس جو دو بوم. Cheers. كيف أنت بتفسره؟ أول شيء النويز تبعه، في نويز تفاح مثل ما قلت، وفي شوية أبريجو خشب. It's different. It's a different wine. عنده الكاركتير تبعه، something new. عن جد، أول شيء نبيد، إذا حدا ما بخبركم أنه عنب وما بتعرفوا كتير فيه ما رح تعرفوا. مزبوط، فيه طعم التفاح، إحساس حلو، إحساس جو دو فروي، فريش أبلز حلو كتير، خفيف، أسيدتي خفيفة، سلس، ماكسيموم سلس. أوف، unexpected. بيصير مع يعني كل ما قطع الوقت عليه كل ما عبى اكثر. بدها جبنه، بدها جبنه عظيمه، شيء بجبنه تبعت عيني القودا، مش حي الله يعني. اوه، مشي حالك بالبقيه، انا حبيته. تشيرز.